أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد؟ إذا كان لا يؤذي أحدا طيب، رفع الصوت بالقرآن طيب، إذا كان لا يتأذى به أحد من مصل أو تال أو نائم. نعم، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله في المساجد طيب، ويذكر فيها اسمه. نعم.